هذا سبيطار القروان مالا ضخامه فيه ياسر ياسر مضخم بصراحة. حاجة كيما هكا تتعمل في قروان ياسر ياسر علينا برشا علينا برشا برشا بابا بابا با مالا ضخامة فيه. شوف الكراهب اللي واقفة، شوف الشجرات هذوكم يقيلوا تحتهم العبيدة باش يستناو الدور نتاعهم. شوف شوف هذا سبيطار القروان مالا مشروع عملوه في قروان، مشروع هايلة شفتوها. حتى بلاد في تونس ما تكون كي قروانه، حتى بلاد كل المشاريع الكل محطوطه في قروانه. هاني هذا السبيطار، هذا سبيطار القروان يطلع ليطاج الرابعه وتاخذوا السنسور زاد تطلعوا فيه.